حكومه افلام ما حققتش ايرادات او حتى كانت على المستوى اللي احنا مستنيينه، بس ما بين محمود عبد العزيز وما بين عادل امام في واحد مصمم كده كان بيطلع في افلامه ما بيتذكرش اسمه لا في خفيف ولا صوره في بوستر، ده اسمه بيتجاب كده بالصدفه في التكرات، بيجي اليوم ويغير ويقلب كل موازين السينما والصناعه اللي شكلها راسا على عرض. محمد هنيدي، من واحد بيغني ويعمل لابسنج في اوتيل انتكت اسمه اله كمان وكمان، واحد بيعمل مشهد واتنين في افلام العمالقه بيكو عديله زياره السيد الرئيس، فهتفهم كمان شويه ان ليه اخترت في البدايه محمود عبد العزيز وعادل امام تحديدا دونا عن اي حد تاني كممثلين كبار هنيدي كان اشتغل معاهم في اي حاجه. لواحد بعد كده بيعمل فيلم زي اسماعيليه رايح جاي حقق وقتها 18 مليون جنيه ايرادات، يعني حسبه الارقام 5 مليون دولار و290,000 مبسوط، يعني لو عايز تحسبها بحسبه البنك بتاعت اليومين دول فانت قصاد فيلم محقق 158 مليون جنيه مصري، وساعتها انت كان معاك مين؟ محمد شهاب، يعني مطرب مصر الاول وقتها مناصفه مع عمرو دياب، ودورهم الاثنين لحد دلوقتي اي حد عايز يتصدر من شفتات وترندات السوشيال ميديا بيساله فوق شو هنيدي نفس السؤال السنة مين اللي نجح الفيلم؟ انت وتغنيك كل ده عشان هنيدي فعلا كان واكل كل مشاهد الفيلم. وحركات. فانت قصاد محمد هنيدي اللي هو مش هنقول اجدادهم ولكن قبلها كان لسه بيجرب هنا وهناك، ما كانش لسه محمد هنيدي بتاع ما بعد اسماعيليه، اسماعيليه رايح جاي غيره 180 درجه، مع ان هو نفسه ما كانش مستلذ بفكره الفيلم وشايف انه فاشل بالسرعه. انا كنت بعد اقول يا رب يا هو والله قلت كل شيء بعيد شويه الا ان لما بيتعرض الفيلم بيتخلي فعليا جميع السينمات اللي بتعرض افلام ثانيه حتى لو كانت مهمه زي فيلم المصير مثلا جيت انا فشل وقت بيروح على دور عبد السعدارة تغير موازين السوق بالسينما وطريقه تفكير المنتجين.